ندير هذيك الحوته هكا في الماء ونديرها في الزيت. بسم الله. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون. السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير على خير، ونتمنى تكونوا دوزتوا نهايه اسبوع موفقه. وكيبقى تخواطركم اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الحوت مقلي بواحد شرموله زوينه بزاف، وكتجيبوه بنين بنين بزاف. والدنجال اللي قلت لكم غنديروا معكم ما كيجيش هز الزيت، كيجي ناشف كما كتشوفوا هانتوما، كيجي ناشف بواحد الطريقه اللي ساهله، وراه فايته حاطه غير الناس ما ردوش لها البال. والحوت غنديروا له واحد الطريقه غتجيكم شويه غريبه، ولكن راه كتجيب الحوت كتجيبو من الزز، وكتجيبو دابا حنا عارفين الحوت ملي كنقليو كيطيح منو داك الطحين، وداك الطحين كيتحرك في المقله وكيولي لنا منقط على الحوت بحال الكحل. هاد الطريقه ما كتخليش الحوت، كتخلي الحوت كله يجي بحال هكا كما تتشوفوا، اللون ديالو صفر وفي نفس الوقت كيجي مقرمل، في نفس الوقت كيجي مقرمل وزوين. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. ودرت السرديل، هو ديك الطريقه ما كتجيش في السرديل، ها نتوما اللي قلت لكم ان السرديل داكشي اللي كيطيح من الطحين كيتحرك كيعاود يلصق فيه. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، غادي نبداو على بركه الله. حبيباتي انا قبل ما ندوز لكم الحوت اللي غنشرمل، غنعطيكم عدد المية الشرموله اللي غندير. اول مره غنحطها معكم في القناه، ولكن راه كتجي زوينه بزاف. خديت هنا واحد جوج ريوسه ديال الفلفله، المهم كاين هي مخلطه، كاين فيها الحار وكاين فيها ماشي حار. خديت واحد تقريبا كما كتشوفوا تما كنيه شويه عندي الثومه بالزيت، حقاش غادي نشرمل واحد 3 كيلو ديال الحوت على واحد الكيلو ديال السرديل. دابا نوريكم الحوت اللي جبت شويه الصول، وجبت شويه الباجو، وجبت كابيلا اولا كما تيقولوا هنا في مراكش، تيقولوا فينيدا، من في كازا حنا نقولها كابيلا. غادي نقطع هذه الفليفله هكا، ثم نخليها هكا كنيت. وعندي هنا الربيع كما كتشوفوا، راه حزمه ديال الربيع نيت، نقطعها بحال هكا. ما غاديش ندير فيه العطريه بزاف، كاين شويه الكمون وشويه ديال القزبر وشويه البزار، ما غاديش ندير البزار حتى ندير الفلفله والمليحه. صافي هادشي اللي دايره في هاد الحوت. وعاد السرديل غادي وجيبها حق واحد كيلو السرديل، حيت ضروري من السرديل، انا كيموتوا على السرديل، واخا نجيب لي نجيب خاصني نجيب السرديل. غادي ناخذ هادي وتطحن، غنزيد نطحن شي شويه مازال. غادي نطحن هذيك الشيء اللي بقى لي عاوتاني ورجع معكم ان شاء الله. صافي خديت هنايا الحامض، عصرت تقريبا واحد ديال كاس الحامض، الحامض الاخر خليته للسرديل، نقصت من هنا داك الربيع، نقصت شي حاجه للسرديل. صافي انا غندير شويه الخرقوم، انا حيت كيعجبني هذاك اللون يكون في الحوت، اللي ما بغاش ما يديروش. غادي ندير القزبر والملحه وشويه ديال الكمون، الكمون ما تكتروش، كمون غير شويه. دابا غادي نشد هنا واحد نوريكم الحوت اللي جبت بعدا. ها هي البنات، كاين هاو البيجو، غسلتو حيت لي غير مصيرناتو، غسلتو مزيان كما كتشوفوا. الصول تا هو غسلتو حيت لي غير ديك الجلده الكحله، هذيك الاخرى خليتها. وهذيك الفينيدا، وما تيقولها فينيدا كنقولها كابيلا، ها هي تا هي غسلتها، خليت لها الراس. غادي نجيب شي حاجه فاش نحط هكا الرقد هنا ونحط في شي بلاصه اخرى. جبت السوبيره بغلاقتها هكا نيت، نرقدو هنا، عرفتو نرقدو اطول مده، راه كيجي بنين بزاف. وهاد هاد ان شاء الله هاد الشيء هاد الربيع راه ما غيتحركش في القليان. عرفتو شنو غندير ليه؟ غنحطو هنا مباشره السرديل، غندير ليه الشرموله العاديه، هاد غادي نزيد شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال صافي، غنعمر السرديلات هكاك.
واحد الاخت جوج الاخوات قال لي علاش كتبقاي تصغري الهضره، وما غير البنات ولفت نقول شويريضه نقول مريقه نقول طويجين هكا ما راك عرفتو الا كنتو كتقولوا شي كلمه ما صعيب باش تحيدوها. كنحاول ما امكن زعما كنحاول ما امكن زعما كاينين ندوي عادي، وراه هذاك هو العادي ديالي، هي ديك شويريضه وطويجين ومريقه هذاك هو العادي. نخلي تقريبا اللي حسن نوجد مثلا يبقالي غنقلي عاد نبدا نقلي، انا ما غندير معاه والو هاد الحوت، غندير معاه غير واحد المطيشه مقليه هكا في واحد المطيشه كتجي مقليه كنا نقليوها بكري لعقلتو شويه الزيت كتجي زوينه فنه كتجي، هي اللي غادي ندير معاه ان شاء الله. وغندير الدنجال لتحت طلب الاخوات كيفاش ما كيشربش الزيت، انا غنديرو دابا نشرمل هذاك السردين ونديرو معاكم. هاي شتو نشرمل السردين ارجع معاكم باش نوريو نقول لكم الدنجال رانا حاطاه. البنات الجداد باقي ما عرفوش الطريقه باقي يمكن ما شافوش داكشي القديم، نعاودو معاهم. الشرموله ديال السردين هذه نديرها مع بعض الاخوات يقولي اش ما حطيتهاش معانا. شويه الكمون شويه الهريسه حيت دقس هذيك الفلفله ما حاراش غتعطينا غير واحد المذاق زوين ديال الفلفله في الحوت. صافي ديال الشرموله الثومه راه حنا طاحنينها، ايوا ندير شويه ديال القزبر حبوب، انا هاد القزبر حبوب تيعجبني في الطياب اللي ما عندوش ما يديروش وما كيخليش هاد دابا هاد القزبر حبوب ما كيخليش حتى المعده تضرنا. السري ديال الصويره زوينين، كاين ديال اسفي اللي بغى الشوايه ولا الكفته كاين ديال الاسفي حتى هو زوين. انا خديت هذا الرقيق على حساب المقله، كاين الصاد عندنا وجيت سخونه وبقيت لابسه غير نصكم بحال ضربني البرد، دابا حس براسي ضربني البرد. دابا ان شاء الله نديرو شي تخميله نشجعو بعضياتنا نحمسو بعضياتنا وندير لكم ان شاء الله داكشي اللي بغيتو ديال الكاوكاو. بريوات منوعين غندير لكم بريوات ثلاث الانواع ان شاء الله الا بغى الله. نعمر السردين ارجع معاكم. غادي ناخذ الدنجال، من الاحسن نجيبو داك الدنجال الكبير ماشي الصغير، وفي العبار يكون خفيف ما يتهزوها في يديكم خفيفه. انا هذا راه شي شويه ثقيل ما لقيتش الدنجال الخفيف، هذاك الخفيف ما تيكونش مزرع. غنقطعو دويورات ما يكونوش غلاط وما يكونوش رقاق، هذا ما فيهش الزريعه بعدا مزيان. غادير 7 دراهم حتى هو الكيلو. دابا اش غنديروا لي ملي غنقطعوا بحال هكا غادي نرشوه بالملحه، نسرحوه بحال هكا فوق الشبكه، انا غنديرو فوق الشبيكه وغادي نرشوه بالملحه. ملي كنرشوه بالملحه كيطلق الماء بزاف، هذاك الماء ملي غنساليو غنعصروه بحال هكا غيطيح منه داك الماء كامل، هذاك الماء هو اللي كيخلي الدنجال الا ما تحيدش منه كيجيب الدنجال مزيت بزاف. ومني غنقليو غنديروه في النشا ان شاء الله والفورس، حتى الحوت ان شاء الله غنديروه في النشا والفورس اولا الفينو اللي بغي فاش ما بغيتو تقليو قليو. المهم ديروا النشا لان النشا كتجيب واحد التقرميشه زوينه للحوت ولا للدنجال. صافي انا غنكمل نرشو بالملح ورجع معكم. ها هو كيما شفتو فوق من غير القياس تاع الملح باش ما يجيكمش ثاني مالح. حدي واحد شويه غلقاه نزل بزاف ديال الماء. صافي دابا غادي ندوز نقطع شويه مطيشه بغيت نديرها شلاطه، الشلاطه العاديه البصل ومطيشه كتعجبني بزاف هذيك. صافي شويه غندوز نقلي ان شاء الله، ما سابقه لا بطاطا لا والو. درت هنا الطحين الكافي غنقلي بيه وغادي ندير مازينا او نشا تقريبا واحد نص كاس وغادي ندير مليحه غادي نخلط واحد الساعه طريقه عاديه ديال القلي. مي ماشي عادي حنا غندوزو ليه دابا. نبدا بهاد الحوت هو الاول بالباجو، الزيت درتو كيسخن غادي ندير هذيك الحوته هكا في الماء ونديرها في الزيت. بسم الله ما كتبقاش ملي زعما تقولوا غادي تغير عليكم
هاد الطريقه هادي كتخلي داك الدقيق ما كيتحرقش في الزيت، وكتخليه يعطينا واحد اللون صفر للحوت، يجي ذهبي للحوت، غير نفوق هكا ونهز صافي. الا السلبيه ما ديروش فيها هكا صافي، يكسو خلا ما طرابالو، يعني ما كاينش هكا فاض طالع ليا الزيت ولا. طبعا نخليه يتقلى ونقلبو، نعاود نقلي على الجافه وتشوفوا اللويه اللي غيعطينا. دابا شوفوا داك الدنجال شحال هزت على الماء، شوف شتو. دابا غنحاول نشدو، هانتو نشدو، ندير وحده فوق وحده هكا صافي. غنشدو هكا كله، غنعصرو هكا وغندوز مقليته، هو غندير مقله بوحده ونقليه فيها. دابا غادي نبدا نقلب فيه، شفتو البويه اللي خدا هذاك الدقيق اللي كيتحرق عليه، ما خليتوش انا فيه. شوفوا شوفوا هذيك الدقيق صافي. غادي نكمل هكا، تنقلي الصول ونقلي الكابيلا كله هكا. وهنا راه درت الزيت الدنجال، ها هو، انا نوريكم شنو غندير في الدنجال. خديت الفورص وغادي نزيد معاه النشا، ما غنديرش الملحه لحقاش الملحه رشيناها لي، غندير شويه الكمون. كلشي كيعرف ان الدنجال كيتواسى مع الكمون بزاف بزاف صافي. وغادي نبدا ناكلو الدنجال، كيجي زوين بزاف، كيجي ملسم بالكمون، كيجي بنين. عصروه من الماء البنات، هذاك الماء راه هو اللي غيهز ليكم الزيت صافي. نقلي على عافيه متوسطه، ماشي مهيله وماشي مجهده باش ما يتحركش. للامانه هاد الطريقه شفتها عند واحد الاخت مصريه، انا ما نقلتش الطريقه كلها ولكن عجبتني الطريقه باش قلات الحوت، وجربتها وجات زوينه وعاد نزلتها معاكم صافي. انا غندي هذا نقليه ونتلاقى معاكم ان شاء الله. صافي البنات، وصلنا للنهايه ديال الحلقه. طيبت الحوت تاعي كامل، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين، هانتوما كتشوفوا كيجي داك الحوت صفر، ما كيجيش ما كيجيش محروق، حيت عرفنا ملي كنضل نقليو في الحوت الاول ديالو تيكون زوين، الثاني كيكون بدا يتحرق على حسب داك الشيطاح ديال الطحين. لا هذا كله كيجي هكا زوين، هادشي راه غير ديك الشرموله اللي كانت في داك الربيع وداك الشيء كيعطي واحد البنه زوينه. والدنجال اللي قلت لكم ما كيجيش شارب الزيت، ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وغتعجبكم. وهادو السري ديالات اللي قليت ندت معكم نيت. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، انتظروا ان شاء الله في واحد العسل ساهل ماهل وغادي يعجبكم وغيصدق لكم ان شاء الله من اول تجربه، ينجح معكم من اول تجربه ان شاء الله. خليت لكم الراحه وفي امان الله. السلام عليك يا رسول الله.